السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إحنا وحبيبنا الفاضل. الله يبارك فيك ويرفعك فوق كثير من خلقه. اللهم آمين يا عم الشيخ، دعواتك يا عم الشيخ برفع الكروب لينا. الله يبارك، الله يفرج كربنا وكربك وكرب كل مسلمين وشفاء زوجته ورفع البلاء عن أولادي يا رب. آمين يا رب. اللهم أستأذنك يا عم الشيخ، بالنسبة لو أنا رحت مثلا رحت يعني أصلي العصر وتمام يعني وتمام وكان عليا الضوء، ولقيت الصلاه مثلا بتاع لقيت الصلاه بتاع العصر شغال، يعني فاتني فرض وليت الفرض الثاني صلي معهم الظهر على انه العصر اتحاد الصفه. تمام. يعني اصلي العصر على اساس الظهر وبعدين ارجع اصلي العصر بعد كده. تنوي معهم ظهرك. تمام. وبعد كده تصلي العصر. تمام يا عم الشيخ. والوجه الاخر قائم ايضا انك توافقهم وتصلي العصر وبعد ذلك تقضي الظهر وتوفى في حينئذ من الترتيب لانك لا تملك امر نفسك، فالوجهان قائمان. كل جائز يا اخي. كله جائز، يعني ممكن اصلي اخش اصلي صلاتي العاديه وارجع اصلي اللي فاتني عادي. ماشي.